مرحبا واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده بعليكم بالعافيه مع محمد. شيف محمد كيفك؟ تمام اليوم؟ شو بدنا نعمل اليوم؟ اليوم عندنا صياديه سمك. يا سلام، هنحكي عن صياديه السمك. بتحب السمك؟ السمك اتس ماي فيفورت ديش والله. خلوني احكي معلومه على فكره، يعني كثير ناس بتسالني يا وفاء هل انا بقدر اكل سمك مع لبن؟ شو رايكم انتو؟ سمك مع اللبن مش مضر الا للناس اللي عندهم حساسيه، وحبيت اركز اليوم بعليكم بالعافيه على هالمعلومه اللي كثير ناس بتتداولها بعالمنا العربي كله، انه السمك مع اللبن مضر للصحه، وهذا مش صح. اللبن مع السمك فيك تطبخ فيه السمك وما يضايق زي المطبخ الفرنسي، صح؟ بعض الاجسام ممكن ما تتقبل، بس بالضبط اذا ما حسب معلوماتي انه بعض الاجسام مش الكل بيكون عندها حساسيه. محمد ما بيتقبل السمك واللبن بنفس الوقت، بيكون عنده الحساسيه. بيكون حساسيه. طيب اذا قلنا انه الناس اللي عندها حساسيه من الاسماك عاده اذا اخذوها مع اي شيء، مش بس مع لبن، مع لبن، مع دجاج، مع اي شيء ممكن يسبب لهم حساسيه، ولكن الانسان اللي ما بيعاني من اي شيء في ياكل سمك مع لبن بدون مشاكل. واليوم طبختنا صيادية سمك زي ما الشيف محمد حكى، وهي من أطباقه المفضلة. اليوم طبقنا بيحكي إنه حنحتاج 1.5 كيلو سمك، حنحتاج 3 أكواب رز بسمتي مغسول ومصفى، حنحتاج 2 معلقة زيت نباتي، 1 كيلو من البصل المقطع زي هيك شرائح، وفينا ناخذ 1/2 كوب عصير ليمون او ما يعادله، فينا ناخذ طبعا لوز او صنوبر للتزيين، وفينا اكيد 1 كبيرة من الكمون، و3 معلقة صغيرة من البهارات المشكلة، رشة ملح زي ما دايما متعودين انه بدنا اياه صحي واقل للضغط، ورشة فلفل. تفضل شيف، خلينا نبلش بتتبيلة السمك. شو رأيك؟ يلا نبلش بالسمك، وبعدين ما نحطه بالفرن بنكون عملنا الرز. بدنا نحاول نقلل الزيت قد ما نقدر، صح؟ اوكي، 2 معلقة زيت ورشة بهار مشكل ورشة قرفة وكمون. ما بتحط فلفل وملح؟ وفلفل وملح طبعا. رشة كمون، هاي الفلفل الأسمر، هاي رشة ملح، خلطها شوي مع بعض. فيك توجهني على الكاميرا؟ انا بورجيك اياها هلا بالصحن كيف حتبلها. احنا حنحطها طبعا بالالمنيوم، بنلفها. طيب احنا عم نورجيكم هلا منظر صغير، ولكن هي هي بس نحاول نتبلها. تمام، بنلفها بالطريقه هيك تكون جاهزة، ندخلها على الفرن. طيب في أثناء ما هي بتكون بالفرن شو بنعمل؟ بالأثناء ما أنا بحطها وأنت جاهز. أوكي، هلا هو حط السمك بالفرن عبين ما ينشوي، وعشان يكون طبعا أكثر صحة يعني حاولوا تقللوا قد ما بتقدروا من الزيت، يعني شم ريحة الزيت. طبعا الأسماك إذا أنتم بتعرفوا فهو منجم للمعادن، إحنا بنسميه منجم معادن، لأنه فيه مغنيسيوم وكالسيوم وفوسفور وزنك وحديد، وفي فيتامينات الـA والبي. طبعا لما بنحكي منجم غير طبعا غناه بالأوميجا 3، يعني وقاية للجسم، يعني أنا عم باخذ كبسولة معادن لحتى احمي جسمي من الامراض. وطبعا هلا حنشوف كل ما عملناها بطريقه صحيه كل ما الجسم استفاد من المنجم هذا او من المعادن. ودائما غيروا، ما تضلكم على نمط نوع معين من الاسماك، لانه سبحان الله ربنا خلق لكل نوع سمك فائده واحده او فائده مرجوه منه غير عن الفوائد الاخرى من الاسماك الاخرى. زي زيت المكاريل مثلا، الاسماك الزيتيه زي السلمون المكاريل، هاي غنية بتكون بالأوميجا 3 بالمعادن، وبنفس الوقت بتقي من أمراض كتيرة، ولكن فيها شوية نسبة اللد، فبنكون حريصين وإحنا بناكلها.
بينما الهامور، الشعري، الأسماك هاي اللي احنا قلنا منجم غنية بالزنك، الزنك للبشرة، للجسم، لمقاومة الأمراض، حتى له دراسات تثبت إن هو بفعل عمل الأنسولين في الجسم. أنا حطيت شوية زيت. حط البصل. أوكي. شرائح بصل. شرائح البصل، حمرها شوي. معلي لو كترت عادي؟ ما في مشكلة. أنا بحب أكتر، بس أنا بحكي عن نفسي. كتر شوي بصل، ما في مشكلة. يلا. نستخدم منها شوي للزينة وشوي حلو فيها الرز. حلو. بنحط عودين قرفة. اوكي. بنحط ورقتين رار. حبتين هال كمان ما بيمنع. هاي للرز ما هيك؟ هاي للرز، احنا بنبلش بالرز هلا. طيب. تمام. اوكي. بحمر شوي البصل. لازم يكون احمر كثير محمد. ما هو بنحمره مشان يعطيه لون الرز، لون البني. الرز كيف بيجي لونه بني بالتحمير البصل. عذرا. بنضيف شوية ثوم عليه كمان، ما أنا بحب ضيف له ثوم. معلقة بسيطة بس. تمام. طبعا بهالأثناء السمك بالفرن. إذا اللون البني بيجي من البصل، فكل ما غمقت البصل كل ما صار لون الرز أغمق. الرز أسمر. أوكي. طبعا بده ياخذ له وقت تقريبا 10 دقائق. اها. ليه بدي اياه يدبل وي لما يدبل ويبلش بقى يتحمر. ما بحط فلفل، ما بحط شيء. لما يدبل تمام البصل بنحط التوابل اللي عندنا. حطينا معلقه زيت بس، ومعلقه الزيت فيها 45 سعره حراريه و5 جرامات دهون. وطبعا لما انت بتحكي على طنجره يعني انت يعني او جدر عيش فما بيكون فيها كثير سعرات حراريه، بس المهم اني انا انتبه من السعرات الحراريه اللي انا بضيفها زياده، فانا هون بالسليم زي ما بقولوا، وبنفس الوقت عم بعملها بطريقه فقط ل حتى ادبل البصل خلينا اقول، وياخذ زي ما بيحكي الشيف اللون المطلوب. بالضبط. اوكي. هياخذ شويه وقت بس نحن ما في مشكله، كل ما تبل اكثر البصل بيضل الطعم والنسخ فيه. هلا هون احنا عمال البصل بيجهز، دائما زي ما حكينا هلا احنا حنستخدم الرز الابيض. الرز الابيض والبسمتي الطويل اللي هو احلى شيء صراحه مع الصياديه، وحتى بيعطي اللون الاسرع، ولكن اذا بدي اكثر قوي دائما بنحكي نلجا للرز البني او الرز الكامل من القمح، المصنوع من القمح، حتى اني انا استفيد من العناصر الغذائيه اللي فيه، بمعنى انه في فيتامين بي 12، في بي 6 بانواعه، البي بانواعه، بي 6 بي 12، وبالتالي انا عم بستفيد ايضا من الالياف اللي موجوده فيه. الابيض دائما بيكون منزوع، خلينا اقول محمد، من المي بسرعه بينهضم، وما في كثير فيتامينات زي الرز الاسمر، ولكن مع الصياديه انا بفضل الابيض لانه حتى نكهته مختلفه. وما اكتر زي ما قلنا، باكل اكل البيت، بطبخ بطريقه صحيه، ولكن الكميات تكون ايش؟ مدروسه، يعني مغرفه بتعطيني زي ما حكينا قبل هيك وبنرجع بنكررها 80 سعره حراره، سعره حراريه، و15 جرام كربوهيدرات، وتقريبا 2 جرام بروتين. هلا انا تقريبا سمار. اوكي، شو بدنا نضيف عليه هلا؟ نضيف عليه التوابل. اوكي. الكمون. الكمون لشو دخلكم؟ الكمون طبعا من اشهر البهارات اللي بتمنع النفخه. بالضبط. اللي بتمنع الغازات، اللي بتحسن الجهاز الهضمي، ولقوا في دراسات اللي عم بتقول لك انه لما انت بتاخذ الكمون كمان مع الاكل حتى الجسم ما كثير بخزن دهون. طبعا هي دراسات غير مثبته، ولكن المثبت انه الكمون مفيد جدا للغازات وللنفخه، فانت دائما ضيفه مع معظم الاكلات حتى انك انت تستفيد منه باكثر من طريقه، وخصوصا اذا عندك صغار يعني بتحببهم في الأكلة. بالضبط. إضافة إنه عم بحط إيش؟ حطيت؟ أنا ضفت هلأ الملح، بهارات مشكلة، القرفة،
والفلفل الاسمر بنرجع بنحركهم شوي مع البصل. الله طبعا ريحه التوابل طلعت حتى اللون صار خلينا نورجيه للكاميرا محمد. يعني الافضل انه نخلي البصل مده اطول. بدنا نخلي البصل اكثر لسه ليتدبل اكثر. ليتدبل اوكي يصير لونه بني. ايه ان شاء الله. حضر طبق قبل. طبعا القرفه من احلى حط المي، القرفه من احلى البهارات اللي للبنات اللي بيعانوا من الام الدوره، الناس اللي عندهم مشاكل في عمليه انتظام الدوره كذلك، القرفه من البهارات اللي فيها سحر، فيها اسرار مقاومه لكثير من الامراض، بتحسن عمل الجهاز المناعي في جسم الانسان، وبنفس الوقت بتحسن عمل الدوره الشهريه لدى البنات والسيدات. هون هيك احنا نستنى له يغلي شوي تقريبا وصلنا، وبعدين شو بنعمل؟ يغلي شوي مع البصل بعدين بنكون جاهزين لنضيف الرز ونغطي عليه لمده 20 دقيقه وبعدين استوى وجهز الرز معنا. بتكون السمك او بنفس الوقت بكون السمك خلص جهز، مستغلين الوقت من الطرفين. اها طبعا بدي بهالمناسبه بس خلوني اشكر كايتا اللي عمالهم بيساهموا معنا في هالبرنامج الجميل، عليكم بالعافيه، والشيف محمد اللي جاينا من ابو ظبي لحتى يكون معنا من فريق عمل كايتا المشكورين للنجاح هذا. انا كمان شرفت بمعرفتكم بجد محمد، يعني صراحه انا سعيده بالذات انه انت ما شاء الله عليك يعني العلم عندك في حتى في طريقه الطبخ، تطبخ بطريقه صحيه. يعني انا الهدف كله من عليكم بالعافيه انه تكون عندكم عافيه فعلا، بمعنى انه لما احنا بنطبخ الاكل ما ضروري اروح على السوبر ماركت واشتري اكل خاص عشان انزل وزني، او ايش خاص لمرضى السكر، او خاص لمرضى اللي عندهم ضغط، اكلي عم بطبخه بنفس الطريقه، وصدقوني النكهه بتجنن، نفس الريسيبي اذا اتبعتوها اللي حنحط لكم اياها حيكون نفس الاكل وصحي وما في سعرات. يعني الوجبه اللي احنا حناكلها اليوم الطبق الكامل في حوالي 383 سعره حراريه. نقدر هلا نضيف الرز، صارت تغلي المي. طبعا هلا عم بضيف الرز محمد. اوكي. طبعا كل ما غمقنا البصل اكثر وخليناه على النار اكثر بيعطي لون قاتم اكثر للرز. نحن حاولنا نخليه هلا لايت شوي. لا بس هلا حيطلع معنا غامق. هلا حيطلع غامق ان شاء الله. انا عامله عندي طبعا مجهزه هلا هون هو عم بيجهز لنا، ولكن بنفس الوقت خليني اورجيكم كيف بصير الطبق الرئيسي بعد ما يجهز. هلا طبعا احنا هون شوفوا ما احلى السمك. السمك مشوي ومتبل بالبهارات. ايش حطيت عليه مره ثانيه محمد؟ حطينا عليه القرفه، القرفه، كمون، ليمون، زيت نباتي ملعقه، زيت نباتي معلقه واحده. نعم. وحط ولفيناه فلفل اسمر وشويه بهارات مشكله. شوفوا ما احلى شكله، شوفوا ما احلى شكله. اوكي. وطبعا شوفوا الرز بالبهارات، كل ما تبلنا البصل وغمقنا لونه كل ما اعطانا هذا اللون اللي انتم شايفينه للرز. طبعا هو عم ينطبخ بنفس الوقت احنا جهزنا لكم اياه لحتى تشوفوا. شوفوا ما احلى شكل الرز، كل حبه بحبتها زي ما بقولوا. اوكي. اها. ايش السلطات اللي احنا بننصح فيها مع السمك محمد؟ يعني انا باكله مع لبن مثلا، بس في ناس في ناس ما بتاكله مع لبن، بتفضلوا مع السلطه الخضراء. السلطه الخضراء خضراء. نعم. او طرطور، شو رايك؟ بقدونس اي، بس بيكون فيها طحينه. في عندك حسابات ثانيه للسعرات ايه. الحراريه بكونوا فيها طحينه والله محمد مزبوط. على نهايه البرنامج الشيف محمد حيصير دايتيشن كمان معنا. صح كلامك، لانه معلقه الطحينه كمان فيها كالوريز، بس احنا بنحسبها نحسبها لانه المعلقه بتعطيك يعني تقريبا 5 جرامات دهون زيها زي الزيت، وبتعطيني حوالي 45 كالوري ال 1 تي سبون. فخلينا نحسبها لما بدنا نعمل ان شاء الله السلطات ونعطيكم الانجريدينتس بالضبط. هو السلطه الخضراء اطيب شيء، يعني ممكن
تتناسب مع السمك، السلطه تكون فلفل اخضر واحمر وطماطم وخس مع زيت زيتون وحامض وملح بس. اكيد لما انا بتكلم نرجع بنحكي على الطبق الصحي، ودائما كل مره حتلاقوني بعليكم بالعافيه باكد عليكم بالطبق الصحي. نص الطبق، احنا طبعا هون هاي الريسيبي كامله بتنفع لشخصين وفيها مغرفتين كل شخص، وطبعا قطعه سمك للكل. فبتيجي لما بننطب ناخذ الطبق الصحي، ربع الطبق بده يكون المغرفتين والربع الثاني بين السمك، وطبعا ما حننسى السلطه الخضراء اللي حكى عليها محمد. هلا يعني دائما اغنوا طبقكم ولونوه بالسلطات، السلطات هي اللي بتدعم الجسم بالمعادن والفيتامينات اللي بتحارب الامراض. علينا بانه دائما الاكل يكون متوازن، الكربوهيدرات البروتينات والمعادن والفيتامينات، واكيد الالبان والاجبان بتكون على جنب لانه بتكمل خلينا نقول الطبق الصحي. وهيك بنقول للناس مع الصح صحن الصياديه شو عليكم بالعافيه. عافيه عليكم بالعافيه.